خد السلام عليكم، غادي نديرو لايف، غادي نديرو لايف الاخر داك لاش بات ديال جي جي ام. نقصروا معايا غادي دابا تقريبا 9 دقائق. اوكي، كنت كنشوف غير لي لاش بات الكبار، لي سباس زعما كاملين تحطوا في بايبيد. هذا اكبر واحد شاركوا فيه الناس، واخا كنت كنستعطين فيها بزاف ديال الكريبتو ديالهم، مي هذا اكبر واحد صارت مليون جي جي ام. والاماونت ديال البيت كوميتد كاينه 174 مليون بيت، يعني تقريبا واحد الدوبل تما باليو اس دي. 78 ألف واحد، تقريبا 80 ألف واحد شاركوا. دونك ارجعوا، راه داس لا بيريود ديال ديستريبيسيون. فوالا، فرقوا علينا. انا جاتني 238 جي جي ام، دونك حاليا الكابيتال اللي داز لي تقريبا شي 8 هكا. كنت حاط 10، مي ملي حطيت شي واحد الطرف من بعد ما داش، دونك داز لي غير 8 هكا اللي تحسبات. دونك راه بارا عطاوني 200 و 830 جي جي ام. دونك غادي نشوفو ان شاء الله شحال غادي دير اليوم في ليستينغ ديالها. دونك كنوجدو هنايا، كتمشي للماركت هنايا كتوجد، كدير سبوت. اون فوا تيقرب خصنا نديرو هنايا جي جي ام وندخلو نشوفو شنو دار. اوكي، دونك الناس اللي قلنا باش يشاركو في ديك المسابقات تيخصهم يصورو بانهم شاركو في اللانش باد بهاد اللعيبة هادي. كتسكرينيها، اوكي، تسكرينيها بالتليفون. من بعد بالنسبه للكونديسيون الثانيه اللي كنا دوينا عليها، مثلا غادي تمشي ملي غادي تحل الشارت ديال جي جي ام، فرضوا بانه هو هذا مثلا، اشنو غادي دير؟ غادي تجي غتفتح واحد الصفقه هنايا. اوكي، واحد الصفقه هنايا غادي ديرها بحال هكا، مثلا ماركت، وغادير مثلا تعطيها واحد 10 يو اس دي تي ودير باي. اوكي، دونك هي هذه، وتصور بانك حليتي الصفقه. غادي تهبط تلقاهم هنايا في هذا الجنب هذا، ولا بالتليفون غادي تلقاها سهله. اوكي، دونك هادو لي دو كونديسيون اللي خاصكم ديرو. وطبيعه الحال تكونوا مقيدين باللي هذيك الساعه غادي نشوف اليوزر اي دي ديالكم، صيفطوه ليا حتى هو في انستغرام، وصيفطوا ليا حتى الكومونتير اللي خليتوه في لاشين ديال اليوتيوب. دونك الدراري حاولوا ديروا دخلوا لابليكاسيون ديالكم وقلبوا عليه في ماركت، ديروا جي جي ام غيطلع لكم في البيسي، ما غيبانلكمش. اللي بغى يبيع تيخصو يدير سيل ليميت، السيل في الماركت ما غاديش يتباع له. دونك كيفاش تكونوا في راسكم هذه القضيه. هو غيطلع دابا ثانية طحن على بركة الله. غنديرو سيل هنايا، غنديرو ليميت، غندير الماكس، غنشوف شحال عاطيني دابا. غتجيني 130 دولار حاليا، هادشي دابا غير الدقيقة الأولى، مازال لا 3 دقايق دابا. شمن هنا 2 دقايق دخلنا في التالت. أنا ديما كنبيع حتى ال5 دقايق التانية، فاش غادي يقدر يزيد يطلع. حيت تما فين تيطلقوا لهم، فين ممكن تشري ديك الساعات. لو بغى يشري شي واحد كيشري في الماركت، فهمتيني؟ دابا ما تيقدوش يسيو، دابا غير اللي تيبيع تيبيع، فهمتيني؟ مي اللي كيشري ما كاينش. داكو، فهمت، داكشي علاش غير كينزل. دونك في الدقيقة، في ال5 دقائق التانيين غادي تشوفوا غيطلع. بخي انت مهدي، بغيتي تبيع بيع، ما تسينيش. انا بعت في 0.55. بعتي؟ كون ها هو تعاود يطلع. ها هو بدا كيطلع. دونك كتمشيو هنايا الليميت كيف ما كتشوفوا كندور انا في البيسي. كدير الاوردر برايس ديال، كتختار فين بغيتي تبيع، صافي كدير الكونتيتي ديالك هنايا كامله. فوالا، تعرفتي ديك المره في اللانش باد الكاستا راه كنبقى كنبقى شي ابقى طالع شي ربع ساعه هو تيطلع. هو رجع كيطلع دابا. اخويا بالي انا غادي نبيع فشي 45، سينو نصدق ما داير والو. عاود بعتها فشي كونتيتي 45. هو بدا كي هو طالع، لا طالع، لا لا ساك مين، شي ساك مين الثانية، شتي اش قلتلك؟ هو طالع 50 صافي، كلشي بزاف. غادي يزيد يطلع واحد شوية، 6 جيبي غادي يزيد يطلع. او بالصاب ضبط سيكولوجيك ديال 50. غادي يفوتها، هو غيفوتها. انا غنبيع في 50 سنتيم صافي، افي 319 دولار. الله يخلف، مبروك بالصحة وحلالا طيبا صافي مربوحة. مازال كيطلع، شتي قلت لكم ديما الشمعة ديال 5 دقائق الثانية تيعاود يطلع، لأن عاد كيسمحوا للناس يدخلوا يشريو بوحد، يعني يشريو من الماركت. دونك فوالا الدراري، كنمشي ل سميتو السبوت اوردرز باش كيبانو داكشي اللي دوزت. ها انتوما 113 دولار مقابل
230 جي جي ام بهذا اللوطو باش بعتها هذا. هادشي اللي كاين. المهم خوت بلا ما نبقى نطول عليكم فوالا كيف ما لاحظتوها كيفاش داز. دونك الدقيقة الثانية الخمسة دقائق الثانية عاود طلع تقريبا حتى لنفس النيفو، ها هو كان وصلت لصفر فاصلة 58 على 59. مازال حاليا في الربع ساعة الأولى يقدر يعاود يطلع يقدر يزيد يهبط. المهم دينا تقريبا واحد 120 دولار مزيانة بلا ريسك بلا حتى شي حاجة. شو الطريقة كيفاش كنديرو نبيعو؟ أنا كنت في الأول كنبيع بالماركت ما كانش كيبغي يتبيع ليا، مي دايما خاصكم تبيعو في الليميت إلا كنتو مشاركين في اللانش باد. دابا كنظن غادي يبقى يزيد يهبط. حيدنا علينا دينا شنو خاصنا نديو. دونك كيفما كتشوفو دي خاص فغيمون كابيتال كبير باش تربح مزيان في اللانش باد. وكل لانش باد وشنو كاين مثلا من كاستا كان الصراحة كان كنربح فيه أكثر، واخا كنت متوقع بان مونستر جالكسي غادي تربح فيه اكثر، مي كان العكس. كنظن على حساب القيمه ديال العمله اللي سميتو البروجي اللي داير ولا اللي كاين مورا ديك العمله، بزاف د الحوايج كيلعبوا ماشي غير حيتاش. مي الا جيتي تشوف في نسبه البورسونتاج راه حنايا درنا بورسونتاج زوين بزاف، يعني كما كتشوفوا دار تقريبا في هاد الربع ساعه هادي 1400% اللي هو بورسونتاج ماشي سهل. المهم ديما في اللانش باد يكون بام طالع. دونك المهم انتم عرفتوا الطريقه كيفاش تخدموا، حاولوا تكونوا واجدين في اللانش باد الجاي، يكونوا موجدين البيت قبل ما تبدا ديك سناب شات بيريود. راه ديما كتزقلوها شحال من واحد دابا جا عندي في انستغرام وهذا تولي راه ما عطاونيش راه ما كفينيش الوقت. دائما هي تشوفوا اللانش باد حطوا قبل ما يبدا، حط انا ديما كنحط نهار قبل اصلا البيت اللي عندي تنخليه ديما مهولدي غير وديت على وديت لي لونش باد. كنحاول نبيع ونسري فيه باش نربح في الشونج ديالو صافي. هادشي اللي كاين. دونك مثلا هاد الساعه مازال ما غادي يبان اللونش باد الماجي، نحاولوا نمشيو نشوفوا. غنمشي ديما تقد دخل هنايا اللونش باد، الا ما لقيتهاش هنايا غتدخل لهنايا غتبان لك اللونش باد. اوكي دابا حاليا ما عطيناش اللونش باد اللي جاي، مي مثلا ملي كتلقى هذا كدير ليرن مور وكتجي كتلقى هنايا التايم لاين تيقول لك سناب شات بيريود فوقاش كتبدا. هادي فين خاصك يكون عندك البيت محطوط في الكونت محطوط سبوت اكونت، كتبدا في 13 في الشهر. انت كان خاصك 12 في هاد الشهر هذا تكون حاط. اوكي دونك مثلا الا كانت الماجيه غادي يقولوا لنا كاينه مثلا في 26 في هذا الشهر، انت 25 في هذا الشهر خاص تكون حاط البيت ديالك، ويعني تكون حاطه قبل ما تبقاش عاد تسين بقاو يدير الموين عاد يحسب لك ولا هذا. يعني حطيتي 1000 بيت غادي تبان لك 1000 بيت بزز عليها غادي تخرج لك، ماشي بحال حطيتيها نهار من بعد ولا يومين من بعد ولا هذا. دونك هادو هما النصائح اللي نقدر نقول لكم، طريقه زوينه باش تقدر تربح واحد الفلوس كارونتي وكلشي شتوه بعينيكم. دونك كاستا كنا ربحنا فيها 600 دولار دابا 120 دولار، ونعاودو نشوفو ان شاء الله الماجي شحال غادي نربحو فيها. نتمنى تكون عجبتكم الفيديو ونشوفو الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوش تلايكيو وتبارطاجيو وتكومونتيو ونشوفو الفيديو الجاي ان شاء الله. تابعوني في انستغرام. تشاو.